مرحبا مرحبا شيخ عيسى، فينك ما بينش؟ ما يبانش عليك شر يا شيخ العرب، تحت الطلب والامر. وين الدقنه الحلوه دي؟ عملت لها ايه عشان تبقى حلوه كده؟ حطيت لها سبق؟ المهم قدام ولد عمك اهو عشان ابري ذمتي، هتحمي ارضك ولا هتبقى نعي؟ انهي ارض؟ ما انا ارضي في الامان. ارضك كلها؟ ايوه كلها. حتى برديس؟ برديس؟ مش انت رهنتها؟ بس ارضك، وانا لغيت الرهنيه خلاص. يعني ايه؟ يعني ارض في التزام عيسى الهواري زي ما هي، وانا عايزك تروح هناك وتوقف فيها. اروح فين؟ برديس. سامعك تجري ولا ايه؟ ايوه بس دي عليها نزاع دلوق وخطر، ده صباح اسماعيل لسه طاير وانت ربنا نجاك. خطر على اللي قلب خفيف بس، انا لما اقول لك ارضنا تبقى ارضنا، مفيش نزاع، احنا اصحاب حد. ها هتروح برديس وتحميها زي الرجاله ولا شيء حد غيرك؟ يحيى الهواري والد عمك مثلا، وهتبقى بتاعته. أطهرني بين الشنق والذبح يا شيخ العرب، ليه ما كله في الرقبه؟ جاوبني زي الناس وقول كلام واضح، هتروح برديس ولا لا؟ هروح يا ابوي هروح، ما انت نويت على اجلي خلاص. هتقول ايه؟ هقول اللي عاوزه ربنا يكون. جهز حالك يلا. طيب افرض بعتوا برديس مماليك وعساكر وعايزينها بالعافيه. لو شيء حد بيتك عاوز ياخد مرتك بالعافيه تعمل فيه ايه؟ ده انا قطعه بسناني. ايه فرق الارض عن العرض يا عيسى؟ هي هي. ناسك هناك حواليك، وحتاخد من هنا رجاله كتير، واللي يتعدى عليك موته ليك شديد، هتبقى ارضك ليوم الدين. وعشم انك راجل صح؟ صح يا ولد عم صح. ثبت روحك هناك ولما الامور تستقر ارجع. يلا انت ازاي تدخل مخدعي بدون اذنك؟ اذن؟ اذن في بيتي؟ انت بتعاملني على اني جاريه يا بك؟ عاملك على انك حبيبتي. مش معنى اني مكسوره اسيره من غير جوز انك تهين كرامتي يا بك. احفظ كرامه خاتون يا بك واخرج بره المخدع. بس انا بحبك. انت حر في نفسك لكن انا كمان حر، اخرج من فضلك. علي كنت بتعمل ايه بالظبط؟ ها؟ خاتون دي جارية ولا محظية؟ ولا ايه؟ عايز افهم. خاتون هانم تبقى حبيبتي. عندك مانع ان يبقى ليا حبيبة يا هانم؟ وانا مراتك. شيء قديم قوي. زينب هانم مراتي من زمان، شيء قديم. لكن دي على ذمة عثمان بيك يا علي. وماله؟ هو ده يمنع انها تبقى حبيبتي؟ وبعدين هي ذمة عثمان بيه هتفضل لغاية امتى؟ أكيد هيجي يوم وتنتهي. قلة جواري. خاتون هانم مش جارية. خاتون هانم تبقى حبيبتي يا هانم. وبعدين سيبي علي دلوقتي، لأن طبعه ممكن يكون وحش قوي مع أم البنات. ماشي. ماشي علي. لو أي حاجة حصلت لخاتون هانم أو في حاجة ضايقتها أو زعلتها، حذر. وساعتها زعلي هيبقى وحش قوي. امرك يا فندم. لا لا يا شيخ العرب، انت كده بتطلب المستحيل. ليه يا بيه؟ اشمعنى الغدارات والبارود مستحيل؟ الميري المال اللي في القلعه اللي منه الرواتب والصرف والغدارات والبارود
ما بيطلعوش إلا بأمر من الباشا. وأنا مالي ومال القلعة يا بيه؟ هما الغدارات والبارود هيتعملوا جوا القلعة ولا هياجوا من براها؟ اتفضل يا بيه، القلعة دي مخزن. كلامك تمام يا شيخ العرب، حتى اللي بيدخل من برا بالإذن وبالعدد. إذن إيه وعدد إيه يا بيه؟ أمال المذابح اللي بتحصل بين المماليك دي من فين؟ ده المدافع هتتنصب في الأسواق وعلى البيوت بحري. كلامك مظبوط يا شيخ العرب، أصل كل مملوك ليه إنه يسحب غدارات وبارود على قد رتبته، ومدافع كمان إن لزم الأمر. لكن أنت هتعملها إزاي؟ لينا إن شاء الله في كل بحر طريق، مفيش حاجة مستحيل يا بيه. شوف بس أنت مين أمين على الكلام بحري من زمايلك؟ الخشداشية. طب لو 100 خشدوش؟ خشداشي، لو 100 خشداشي كل واحد منهم ادانا بس 5 غدارات يبقى زين. وبعدين؟ وبعدين البارود يجي بكمية تقضي الغدارات دي، ويبقى ديه اول الغيث. بعد كده نشوفه صرفه في البحر، يجي البارود والغدارات من بلادها على هنا على طول، ومعها مدافع. مدافع؟ انت عايز تحكم مصر ولا غرضك اسطنبول يا شيخ العرب؟ لا يا بيه، انا عاوز اقعد هنا مطمن وخلاص، لا عاوز اطلع بره الصعيد ولا عاوز حد يهينه يا بيه. هو ده غرضي لا اكتر ولا اقل. لا لا، انا مش هقدر اعمل كده، على الاقل في الوقت الحاضر. ما تزعلش مني يا شيخ العرب. انا ما اقدرش ازعل منك يا صالح بيه، كل واحد ومقدرته. مالك يا شيخ سلام؟ انا ساعيت كده، ياخدني الحزن يا جاب. تاني كان متهيالي ان قلبك ما يخشوش الحزن واصل. ليه؟ مش بني ادم؟ لا، عشان قلبك عمران بربنا، مش هيقولوا اللي قلوبهم فيها ربنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايوه صح، بس دول الأكاب، أنا لسه على كد. ساعات ياخدني الفرح بيه هو، وساعات أحس إني بعيد وأحزن. أقول لك حاجة عن الحب؟ لا، خلني حاجة حزينة عن العمر اللي راح حضر. عمرك راح حضر يا شيخ سلام؟ دلوك حاجز كده، عمري راح حضر يا جابر، اصل العمر ده كنز مخفي مليان جواهر. اليوم اللي تبقى فيه قريب من ربنا تطلع جوهرة تنور الدنيا، اليوم اللي تبقى فيه بعيد تخسر جوهر والدنيا تضل. أقول لك عن العمر والزمن يا شيخ سلام،